بحبك. اهلا بيكم مره تانية. اتكلمنا في بداية الحلقة عن أهم الأحداث والتغيرات السياسية اللي بيشهدها الشارع المصري، من أهمها إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة النهاردة لقانون الأحزاب الجديد. الأحزاب كانت في النظام السابق بتشهد ضوابط ورقابة، وكانت تابعة لمجلس الشورى، كان ممكن يتم تجميد نشاطها، كان ممكن يتم إلغائها أحيانا، يعني حاجات كتير تم تغييرها في قانون الأحزاب الجديد. طبعا تفاصيل المشهد السياسي الهام وهو قانون الأحزاب الجديد هنتعرف عليه بصورة أكثر تفصيلا مع ضيوفنا وضيوف حضراتكم في الاستوديو، مع الأستاذ حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع. أهلا بحضرتك يا فندم. مع الكاتب الصحفي الأستاذ أسامة هيكل. أهلا بحضرتك يا فندم. اسمحوا لنا قبل ما نبدأ الحوار ونخوض في قانون الأحزاب الجديد نشوف مع حضراتكم ومع السادة المشاهدين المؤتمر الصحفي اللي تم فيه إعلان قانون الأحزاب الجديد من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في سياق التقرير اللي جاي، ونرجع لكم على طول. صدر المرسوم بقانون رقم 12 ل2011 بخصوص تعديل بعض مواد قانون الأحزاب. الغرض من التعديلات دي كلها تيسيرا على الأحزاب اللي موجودة أو اللي عاوز ينشئ حزب جديد. لجنة الأحزاب بقى اللي هي كانت لجنة تأسيس الأحزاب قبل كده، اللجنة دي كان فيها أعضاء من الهيئات القضائية وأعضاء من الهيئات القضائية السابقين وشخصيات عامة. شلنا هذا التشكيل كله وعملنا اللجنة من الهيئات القضائية. بيتقدم الطلب للجنة في خلال 15 يوم بتدرس، بعد ما بتدرس هذا الموضوع 30 يوم وترد، إذا ما ردتش يبقى اليوم التالي على طول يعتبر الحزب منشئ. كان موجود في القانون الحالي إن المؤسسين ينشروا الأسماء بتاعتهم في صحفتين خلال 30 يوم، إحنا قللنا هذا الميعاد وخلناه خلال 8 أيام، ومش شرط إن المؤسسين يروحوا يختاروا اللجنة يقولوا لهم إحنا نشرنا. المادة 11 كان فيه من ضمن موارد الحزب الدعم الحكومي. احنا لغينا موضوع الدعم الحكومي ده خالص. يعني كانت المادة 18 قايلة او بتحدد واجبات لجنة شؤون احزاب بالنسبة لتوزيع المبلغ المالي اللي بخصص منه الحكومة، احنا لغينا المادة دي خالص لان ما بقاش فيه اصلا من الاول في دعم بالنسبة للاحزاب دعم مالي. من ضمن الشروط اللي كانت موجودة الحالية كان ان هو عدم تعارض مبادئ الحزب او اهدافه او برامجه او سياساته مع الحياة الدينية ومع مقتضيات النظام العام. العبارات كانت فضفاضة وتدي فرصة للجنة بتاعة تأسيس الأحزاب إن هي ممكن تعترض على إنشاء الحزب. إحنا حطينا ضبطنا الصياغة وخلناها محددة. فالبند اللي هو عدم تعارض، إحنا قلنا عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه مع المبادئ الأساسية للدستور. الحاجة الثانية كان في نص موجود في القانون الحالي ان يكون الحزب له برامج تمثل اضافه للحياه السياسيه الجديده. شلنا هذا البند وحذفناه خالص لان الشرط ده بقول لحضراتكم ده شرط تميز ما بين الاحزاب وليس شرط لتاسيس الحزب. احنا التزامنا بالدستور قلنا عدم انشاء اي حزب على اساس دين او طبقي او طائفي او فئوي او جغرافي. مين اللي بينتمي للحزب؟ الشروط موجوده، ولكن كان في شرط اللي هو ان يكون مصريا، فاذا كان متجنسا يمر 10 سنوات. احنا خففناها وخليناها 5 سنوات. بالنسبة لإلغاء الحزب او زواله او حله، فكان قبل كده موجود بالنسبة للمدعي العام الاشتراكي. اتلغى المدعي العام الاشتراكي، حطينا هذا النص ان الاختصاص للنائب العام هو لو في اي مخالفة من الحزب طبقا لشروط التأسيس او مخالفته للمبادئ العامة في الدستور، فالنائب العام بيجري تحقيق ويعرضه برضو على الدائرة الاولى المحكمة الادارية العليا. احنا خلينا الاختصاص هنا للدائرة الاولى المحكمة الادارية العليا ابتداء وانتهاء عشان هي الاقدر على وزن هذه الامور. اهلا بكم مره تانية، ولسه مع الخبر الابرز النهارده وهو اصدار قانون تاسيس الاحزاب الجديد. اسمحوا لنا نبدا مع ضيوفنا. اسمح لي استاذ حسين ابدا مع حضرتك. يعني كنتم مسميينه في الاول قانون منع الاحزاب، هل دلوقتي فعلا بقى قانون تاسيس الاحزاب ولا لسه في ملاحظات، لسه في نقاط معينه عندكم اعتراض عليها؟ هو الحقيقه قبل ما ادخل في تفاصيل القانون، هذا القانون يتعلق بقيام الأحزاب ونشاطها وحركتها.
تم بعيدا عن الأحزاب السياسية، لم يناقش من أعد هذا المشروع سواء كانت الحكومة أو المجلس العسكري الفكرة التعديلات مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، رغم أن في السنوات الماضية عقدت مؤتمرات وندوات شاركت فيها أحزاب ومجتمع مدني ومنظمات حقوقية وصاغت مشاريع، كل ده لم يلتفتوا إليه ونزل علينا كالعادة بالبراشوت، نعرفش مين اللي عمله، ايه علاقته يعرف يعني ايه حزب سياسي، كل ده غائب. ودي مشكلة مش في هذا القانون بس، في المراسيم والقوانين والإجراءات التي تنزل يعني عليها. تم تشكيل القانون من جانب واحد ولم يشارك الأحزاب، لم تشارك المخاطبين بي أصلا لم يشاركوا. بدأ ملاحظة النهاردة، هنقول ملاحظات للتاريخ لأن القانون طلع والمرسوم صدر ويقول لك مش ممكن هغيره بعد 24. طب إيه أهم الملاحظات اللي حضرتك شايف أنه كان مفترض أنها تكون موجودة مسبقا؟ لا يعني هم مثلا بيقولوا أن أصبح الآن تأسيس الحزب بالاختار، تمام، وده اهم ملامح القانون، وده جاي في الماده 7. لو رجعنا الماده 7 في القانون القديم هتلاقي النص يقدم المؤسسون اختارا، يعني كلمه انه بيتاسس بالاختار مش هي اللي تعني انه بالاختار ولا بالتصريح، انما لما نقرا النص تفاصيل بقى، لما نقرا النص هو بالتصريح، لان معنى ان اقوم بالاختار ان المجموعه اللي تاسس الحزب تبعت لجهه ما ايا كانت هي اختار ان حزبهم قد قام وان برنامجه كذا ولايحته كذا ومقره كذا ويبتدي يمارس، وعلى من يعترض هو يروح بقى للقضاء المختص. إنما لما يبقى أنا أقدم الإختار وخلال واستنى 30 يوم إذا ما جاتليش موافقة أو اعتراض أقوم، ولكن الجهة دلوقتي ما بقتش بتعترض، الجهة بقت بتخطر المحكمة والمحكمة ما هي قالك إذا ما ردتش خلال 30 يوم أو ردت بالإجاب بتقوم، إذا كان ليها اعتراض بعد خلال 30 يوم بتبعت للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى ونروح نم. طبعا ده تقدم، بس ما يتقليش إن أنا بقوم بالحزب بيقوم بالإختار، ده تصريح. طب ما هي الجهة بتخطر المحكمة، طيب يبقى كده في قضاء. طيب يبقى في كده جامعة قبل كده كان في قضاء. تاني حاجة، اللجنة بيقولوا اللجنة قضائية، مش صحيح، هي لجنة إدارية من مجموع من قضاء، هي مكونة من قضاء، لجنة قضائية تختلف. ونتيجة لأنهم قالوا أنها لجنة قضائية رغم أن توصفها أنها لجنة إدارية، نتيجة أنهم قالوا كذا بقى لينا درجة واحدة للطعن اللي هي المحكمة الإدارية العليا. وطبعا ما فيش استئناف، المفروض كان منطقي دي لجنة إدارية يبقى الطعن على قرارها أمام محكمة القضاء الإداري، ويبقى عندي بعد كده طعن تاني أو استئناف أمام المحكمة الإدارية العليا عشان أضمن إن ما فيش تعنت. طيب أستاذ أسامة، هو الإختار هنا يعني ليه إجراءات معينة؟ يعني ايه هي القواعد اللي في مستندات مثلا بتكون مرفقه خاصه بالحزب؟ في عدد اعضاء تم تحديدهم؟ هو الحقيقه هو حدد عدد الاعضاء بحوالي 1000 تقريبا في التعديل الجديد، كان 5000 من 10 محافظات. انما المهم في هذا الموضوع فيما يتعلق بموضوع الاختيار، احنا لازم نقول الاول هو حصل تقدم ولا ما حصلش؟ لا، حصل تقدم، وتقدم مش قليل، تقدم كبير، انما مش هو اللي احنا كنا بنتمناه. هم 5000 يعني مؤسس مش 1000، مش كده؟ حاليا 5000 في القانون الحالي اللي هو القديم يعني، اللي هو اللي طاير يعني. انما 5000 في الجديد بتاعي، الجديد 1000 ولا 5000؟ القديم هو اللي كان 1000 وال 5000 خمس... اه يعني هو خفف الشروط. لا، الجديد 1000 والقديم 5000. الجديد انما هو خفف الاجراءات، بمعنى انه ايه؟ انه في تقدم حقيقي حصل. انما انا رافض تماما فكره انه انا اكون حتى وانا في مرحله انتقاليه ان انا اكون بناقش امر يخص الاحزاب بعيدا عن الاحزاب،
ودي قضية رئيسية محورية أشار لها الأستاذ حسين باستفاضة يعني. إنما ده ليس نهاية المطاف، بمعنى طبيعة المرحلة اللي احنا فيها وهي مرحلة انتقالية، إنه هيحصل فيه عيوب، يعني لازم بقى نتفق إن احنا بننتقل من مرحلة إلى مرحلة. انه في امتيازات حصلت في هذا القانون اللي هو المرسوم الجديد اللي حصل، وانا يمكن كلمه مرسوم ما برتاحلهاش قوي، انا من ايام الملكيه، انما انا بتكلم على انه بهذا القانون الذي صدر اليوم انا بعتقد ان هناك تطور للامام. هذا التطور للامام انه انا عندي تخفيض في عدد الناس اللي المفروض يكونوا للحزب، بند مهم جدا ان انا شلت الدعم المالي اللي كان بيفرض من بيطلع من الحكومه. طب بالنسبه كان غالبيه الاحزاب كانت بتاخده، يمكن في حزب او اتنين بس اللي ما كانوش بياخدوه، وده يمكن لان وضعهم مادي افضل. بس هنا لازم نحط في اعتبارنا مساله مهمه جدا، يمكن كنت بتناقش فيها انا والاستاذ حسين واحنا داخلين، انه لما تقولي ان انا وانا بخطر ان انا هقعد 30 يوم، بس قبل ما اخطر لازم اكون بقول في جرنان من الجرايد انه انا انشات حزب. صحيفتين يوميا كانوا صحيفتين وبقت صحيفه بالتالي في التعديل الجديد. صحيفه يعني انا سامع كان في البيان ان هم بيقولوا صحيفه واحده، انما بغض النظر عن ده ان انا كمان ما اقولش للجنه اللي بتطلع، ده جيد جدا، بس هو غالبيه الاحزاب فقيره للغايه بالمناسبه يعني. بس ده هيدينا فرصه بقى لان احنا نتكلم في مساله مهمه، انه احنا هذه الاحزاب بالضروره، انه اي حزب سياسي هو عباره عن مجموعه من الاشخاص بيتفقوا على فكر معين، بيضعوا بيه برنامج ان بيه بيحلوا مشاكل الدوله دي، او بيتصوروا ازاي يقدروا ينهضوا بالمجتمع عشان يحلوا مشاكله. الحقيقه انه هذا التصور او هذا المفهوم لا ينطبق اطلاقا مع حزب، وانا اسف ان انا اقول ده، انه يكون بيمد ايده ياخد اعانه من الجهه الاداريه اللي هي اساسا كانت بتوافق له ان هو يطلع بالحزب او ما يطلعش، وبالتالي الحياه الحزبيه في مصر كانت تعاني من مشاكل كثيره جدا. اللي احنا فيه ده خطوه، وخطوه كبيره جدا للامام، انما اعتقد ان التعديل النهائي لهذا القانون هيتم بعد اقرار دستور جديد، يعني لازم الدستور الجديد يكون بنص على حريه العمل الحزبي، ومنه يطلع قانون نستقر عليه ونتفق عليه. في الممارسه اللي هتتم دلوقتي هيبان انه في بعض السلبيات، وهذه السلبيات يجب ان احنا نحطها واحنا في اعتبارنا واحنا بنناقش المناقشات اللي بتدور دلوقتي، عشان بعد كده نبقى نحطها في الاعتبار. الاحزاب الصغيره ما فيش مانع انها تتكتل مع بعضها في كيانات حزبيه معينه، ده مش عيب، وفي اي حياه ديمقراطيه ممكن يحصل تكتلات بين الاحزاب، وبالتالي هنا الحزب اللي هيكون ليه تاثير هيقدر يستمر، اللي قادر على الائتلاف او التكتل مع حزب اخر هيستمر، اللي مش قادر وملوش تاثير في المجتمع هيتحلل من تلقاء نفسه، وبالتالي يبقى انا دخلت ما قدرتش اثر بخرج تاني وبعمل ده. على فكره في دول ديمقراطيه كثيره حصل هذا الامر، انما احنا لسه بنتحول من وضع كنا فيه في وضع يعني خاطئ جملة وتفصيل، يعني مفيش حاجة في الدنيا أبدا أن نقول أنه لأنه الحياة الحزبية في مصر تركزت على حاجة اسمها الحزب الوطني الديمقراطي، وده ولد ولادة عكسية، يعني جيب بالعكس كده أنه بدل ما هو بيسعى للسلطة، لا ده السلطة هي اللي قرر، لسه قرر نعمل أحزاب فعمل الحزب الوطني، وبالتالي ولد حاكما، يعني ما سعاش للسلطة، ده هو اتولد حزب حاكم، فكان مستحيل عليه انه يسيب السلطة الا بثورة زي اللي حصلت، وكان في نفس الوقت انه يعني هو اللي بيمنحك كأحزاب معارضة انه بيدي لك الموافقة انك تطلع الحزب بتاعك او لا. هذا الامر خلانا ناخد يعني في طول فترة 30 سنة اللي فاتوا رفض 70 حزب في لجنة شؤون الاحزاب، لانه الحزب الوطني ببساطة لم يكن يرضى عنه. بهذا النظام الجديد طيب الرفض، الرفض او الالغاء او تجنيد النشاط في النظام بقى الجديد مع نظره التفاؤل اللي حضرتك ابتديت بيها كلامك، ده مش هيكون موجود يعني؟ لا، هو اي قوات رقابيه عندنا في مجموعه شروط اللي هي ما يكونش بيشتغل على اساس ديني، انه ما يستخدمش دي على فكره دي كانت موجوده برضو في القانون القديم، دي مساله مهمه جدا، دي دستوريه يعني. في انه اذا ثبت انه بيتلقى اموال من الخارج او بتاع يعني في حاجات اللي بقى اللجنه القانونيه اللي هتتعمل اللي هي هتحل محل لجنه شؤون الاحزاب اللي هي بتتكون من نائب رئيس النقد ومعاه مجموعه اخرى. هذه اللجنه الجديده في القانون الجديد اعتقد انها هي اللي هتبتدي تحرك الدعاوى ضد او ان هي تبقى هي الفيصل في امر الاحزاب اذا حدث تجاوز من الحزب، وده برضو مش عيب، لا لازم الحياه الحزبيه تستقيم، لان احنا كمان دلوقتي في مرحله فيها خطوره شديده جدا من انه بعض الاحزاب اللي تنشا جديده تنشا على اساس ديني، وبالتالي يحصل فيه اختلاف. طيب اتفضل.